Hebiak. Well. شيشيك. دبع. كش ملك. عشر. 37. لا أنا عايز أحوط. الله 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 الله. أنا بكون البازار قهوة؟ أنا بكون البازار قهوة؟ يا رموز حبيبي والله يعني انا حضرتك قلت اتسلى شويه يعني على ما حضرتك تيجي يعني انا اسف يعني حضرتك يا رموز حبيبي تتسلى ايه يعني دلوقتي افرض في حد دخل عليا دلوقتي هيقول علينا ايه سيح هتبوظ لي شكله قدام السياح بس معلش مش قدام صحابي انا مشيهم وانا مشيهم حضرتك وهتصرف حاضر ماشي يلا بسرعه مشيهم وبسرعه وكل حاجه ترجع مكانها كل حاجه حاضر حاضر هلم الدوم انا وهظبط كل حاجه يا غبي يا غبي حاضر حاضر معلش يلا يلا اتكلوا على الله ده مكان اكل عيش ازاي تيجي تقعدوا في مكان أكلش. هنكمل بعدين اول ما يمشي ها يلا كشم له نفضله نفضله حاضر حاضر هنفضله هنفضله حاضر انت عارف يا دي عادل لو ده حصل تاني ايه اللي هيحصل حضرتك صحيح ايه اللي هيحصل وانا بسالك يا غبي حضرتك يعني انا اوعدك ان ده مش هيحصل تاني ومش هيتكرر تاني حضرتك يعني خلاص هعديها لك يا عم المره دي قول لي بقى الشغل عامل ايه في غياب الكتير اللي انا بقعد اغيبه ده حضرتك الشغل ماشي زي الفل الحمد لله يعني ومفيش اي حاجه وما غلطتش ولا غلطه الحمد لله النهارده ايه ده ما غلطتش ليه ماشي وايه دي ايه فردت الشبشب هتطلع المكتب فردت الشبشب حضرتك اصل كان في سايحه جت هنا اهو في البازار حضرتك كانت عايزه تاخد شويه تماثيل وبعدين الفلوس اللي معاها ما قضتش فروحت انا بقى ايه فكرت فكره ان انا اخد منها بقى فرد الشبشب دي رهن على ما تجيب بقيه الفلوس فرده واحده يخرب بيتك فرده واحده يا ابني انت ما كده ممكن تمشي على رجل واحده يا عادل انت كنت ممكن تاخد منها الفرده الثانيه على الاقل كنا نعرف نبيع الشبشب كله شبشب كله خلاص حضرتك المره الجايه هاخد منها الفرده تاني حاضر 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 ماشي وعلشان بقى ما تنساش تاني وكل شويه بتغلبني ها هات الكرباج اللي وراك ده عشان هتنضرب لا حضرتك بلاش الكرباج والنبو بلاش الكرباج هتنضرب يعني هتنضرب يعني هتنضرب حضرتك يعني بلاش الكرباج لانه بيلسوع جامد بلاش الكرباج حضرتك هات الكرباج اخر مره لك. اخر مره وبعد كده اي واحده بقى مش هتدفع الفلوس كامله هاخد منها الفردتين استنى استنى افرض انت بقى ايه قعدت ناسي كتير ومفتكرش حاجه خالص ينفع انا بقى اخد منك المصروف مرتين في اليوم الواحد مرتين تاخدي مصروف طبعا هو انت اسمك ايه حسنات ده اسم حلو قوي يا حسنات ياسمين عيب كده عيب كده تضحكي على بابي هو لو كده هيقعد عادي ويعيش عادي زي ما كان عايش يعني في ايه هي عادل انت لسه صاحي يا حبيبي ما انا مش عارف انتوا بتناموا الساعه كام بالظبط يا طنط طنط ده نمك ده نمك مين يا سنحات ايه يا رامي ايه يا رامي مش تسيبي عادل يرتاح شويه ولا خلاص انعدم من عندك التمييز ايه يا بنتي في انت جايه تعلميني الادب في بيتي ولا ايه ما تحترمي نفسك يا سناء عصاب تقصدي يا رانيا مقصود كيس يعني بحسب انتي دول شات اب مش معقول اصواتاتكم جايبه اخر الشوارع والناس مش عارفه تنام ايه ده هو معقوله الشارع كله لسه صاحي لغايه دلوقتي على فكره بقى يا جماعه ابي عادل صعب جدا جدا ترجع له الذاكره في الجو الغريب ده معقوله اوعي تمثلي اكتر من كده احسن افتكري بتحبي عادل اكتر واكتر ده اللي حصل له في حياته القرف اللي هو فيه ده من الزحمه اللي ببيته أيوة. ايه ده في زحمه بصوا اهم حاجه بقى ما دام في زحمه يا جماعه هاتوا اشرج اللي هو بتاع المرور ويقف ان هو ينظمها في الصاله ان شاء الله بقول لكم ايه بقى انتوا يا عريرين انتوا إيه؟ لو في شويه دمال في العروقات بتاعتكم انتوا تغوروا من البيت دلوقتي حالا جرى ايه وليا انت انا من رايي يا جماعه ما يغوروش دلوقتي النهار ليه حاجات استنوا لبكره الصبح بقول لك ايه ده بيتنا وهنقعد فيه براحتنا واللي مش عاجبه بيتنا يرحل يا حبيبتي ايه بتقولي ايه انت يا حشره يا سرساره بيتك ايه يا مو بيت انت يا مسرسره انت بيتك ايه ده بيتي انا عايزه اقول لكم حاجه بقى يا جربوعين انتوا المسالات بتقول اللي بيته من ازازات ما يرميش الناس بالطوب يا اماغ يا بتاع الجماه انت اما تعرفي تتكلمي الاول بتكلمي انت مش ناويه تلمي نفسك يا ستي يا مشعر اصفر انت بس انت بتقولي ايه انت شايفه مامي بعتاره ولا ايه يا شجر انت يا حشره بتمدي ايدك عليا فين التمثال بتاع القط الاسود تمثال ايه بس يا عادل اطلع ايه ده احنا فين انت في بيتك يا حبيبي اللي جابني بيتي وبعدين الدنيا كانت نهار احنا بقينا بالليل ولا دي السحابه السودا دي الحمد لله احمدك يا رب انت فاكر يا عادل وانا كنت نسيت ايه عشان افتكره يعني الحمد لله على السلامه يا حبيبي وانا كنت مسافر هو في ايه الحمد لله ايه يا ياسمين ياسمين يعني انا كده
مصروف. مصروف ايه يا سناء؟ انت ايه اللي مرمطتك في الارض كده؟ ايه يا جماعه انتوا غراب قوي النهارده ليه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. على السلامه يا حبيبي. 70 80 90 100 نطوا عليكوا الحرميه. ازيك يا رمزي؟ رمزي؟ رمزي كده هو انحف وحمد لله على السلامة. حمد لله انت خلاص خدت عليا يا دي عادي. انا اسف يا رموزة بيه، يعني انا تحت امرك. اهلا وسهلا. انت بص غلطتك كترت معايا، خلي بالك للصبر نفوس. لا حضرتك يعني اوعدك ان انا ما غلطش تاني. يعني اخبار الشغل ايه؟ شغل؟ ايه السؤال ده؟ في ايه؟ في ايه حضرتك؟ ايه اللي حصل؟ مالك يا دي عادل، في حاجه؟ مفيش اي حاجه، انا بسال بس بطمن يعني. ايوه اصل شكلك كده متغير، يعني انت افتكرت حاجه ولا حاجه؟ افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت ان انت طبعا الاستاذ رمزي وتملك 90% هنا من البازار ما شاء الله. الحمد لله، وقعت قلبي وانا بحسب. بس انا ملاحظ يعني شويه تغيرات هنا في البازار. ملاحظ؟ وانا من امتى يا دي عادل باخد رايك؟ من امتى؟ بس انا يعني يا حضرتك ملاحظ ان في شويه حاجات عايزه تتظبط. تاني ملاحظ تاني حاجات ايه يا دي عادل؟ حاجات يعني حضرتك يعني لا 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 مفيش حاجه ملاحظها ولا حاجه، الا حضرتك تؤمر بيه انا تحت امرك يعني. خلاص خلاص خلاص، ادخل بقى خش شوف شغلك كده، واقلع الهدوم بتاعت اللي انا مديها لك عشان تروح بيها قدام عيلتك دي، عشان تاخد هدومك المعفنه عشان في زباين جايه اقابلها بالهدوم دي. لا حضرتك طبعا ما يصحش. عارف حضرتك انا لاحظت كمان ورقه موجوده معايا، الورقه دي كنت عايز بس استفسر على شويه حاجات فيها. يعني بتقول اوامر الاستاذ رمزي، وان حضرتك ليك 90% وليك نص الشقه. دول حبيبي ابن عمي حبيبي، انت افتكرت دول؟ الف حمد لله على السلامه. يا سلام، انا عايزك بقى تتصل بامك في البلد عشان احتمال كبير جدا امك ما تشوفكش تاني. ليه دول ما تشوفنيش تاني؟ ليه؟ انت ناوي تعم امي؟ لا، ناوي ان شاء الله اجيب لك عقد عمل في مستشفى بتاعت ناس صحابي. بس ما تقولش يا دول انا عرفت هشتغل دكتور. صح صح. لا، هتشتغل عيان. رمزي رمزي مالك؟ انا اسف ان انا ضربتك جامد. رمزي رمزي. انا مين؟ انا مين يا دولة؟ انا مين يا دولة؟